السلام عليكم، اسمي سهيل حلالي، عندي 12 سنة، مارس رياضة الكونفوسيوس ساندا بمدينة آسفي بجمعية تنين تابي للوشو تحت إشراف أستاذ محمد العوز الذي خد بطولة العالم مؤخرا بالصين. نحن نتواجد لبطولة المغرب بمدينة الرباط، نتمنى ناخذ ميدالية ذهبية ونتمنى التوفيق للمشاركين. شكرا. السلام عليكم، سميتي احمد طه النصري، عندي 9 سنوات ومارس رياضة الكونفو بمدينة اسفي في جمعية التنين الذهبي، وانا حاصل على ميدالية ذهبية في بطولة المغرب، والان اتدرب لكي اقوم بطولة المغرب مرة اخرى، واتمنى ان افوز بنتيجة مرضية. السلام عليكم، اسم ديالي محمد زياد العطوفي، عمر ديالي 12 سنة، كنت بنادي تنين الذهبي منذ صغر. حنا اليوم كنوجدوا لواحد البطولة، بطولة المغرب اللي ان شاء الله غادي ندوز فيها بستيل ناركوان، وكنتمنى نجيبوا نحققوا نتائج مشرفة نشرفوا بها مدينتنا لاسفي واستاذ ديالنا محمد العوز. ريان سيمو، عمري 9 سنوات، أمارس رياضة الكونغفو في جمعية التنين الذهبي، نستعد بمشاركة المغرب في مدينة الرباط، نتمنى نحقق الفوز في مدينة الرباط بميدالية ذهبية.